السيسي في السعودية، زيارة هي الأولى منذ تعيين وليي عهد جديدين بالمملكة. مجلس الدولة يجري مراجعته النهائية على تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية. وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا في اجتماع ثلاثي بالقاهرة لبحث ملف سد النهضة. نشرة أخبار الواحدة، مرحبا بكم. يجري الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة عمل للسعودية اليوم تستغرق عدة ساعات، وتعد هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها السيسي للمملكة بعد مبايعة السعودية كلا من ولي العهد الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في منصبيهما الجديدين. وكان السيسي قد أشاد في تهنئته الهاتفية للأميرين بالعلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين، مثنيا على المواقف المشرفة للمملكة إزاء مصر وشعبها. وينضم إلي عبر الهاتف الآن الأستاذ أسامة عجاج، مدير تحرير جريدة الأخبار، المتخصص في الشؤون العربية. يعني بعد التحية، توقيت هذه الزيارة كيف نقرأ في ضوء علاقات ليست فقط استراتيجية في واقع الأمر، هي علاقات تاريخية وموضوعية أيضا؟ يعني المتابع لملف العلاقات المصرية السعودية لم يفاجأ بالزيارة. السعودية شهدت تغييرات جذرية في ما يسمى بخطة إعادة ترتيب البيت السعودي، نتج عنها أن هناك ولي عهد جديد الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. كان من الضروري أن يقوم الرئيس المصري بكل ما تمثله مصر من ثقل استراتيجي بالتماس وتهنئة القيادة السعودية الجديدة. عندما حدثت هذه التطورات، كان الرئيس في زيارة للقبرص ومع قبع إلى إسبانيا، ولم تنتهي سوى منذ ساعات، فكان من الطبيعي أن تتم هذه الزيارة للتأكيد لإحداث نوع من أنواع التماس مع القيادة الجديدة، وللتأكيد على العلاقات التي وصفتها حضرتك بأنها استراتيجية، لأنها بالفعل بكل المقومات هي علاقات استراتيجية بين دولتين محورتين تمثلان جناح الأمة العربية. نعم، نحن نتحدث عن زيارة في توقيت كما تحدثت حضرتك يتسم بتغييرات أو إعادة ترتيب للبيت السعودي، ولكن أيضا يأتي هذا في إطار أوسع، مرحلة شديدة الدقة والحساسية عربيا وإقليميا. إذا كنا نتحدث عن ملفات أخرى على أجندة هذه الزيارة بخلاف ما ذكرته حضرتك، هناك أكثر من ملف. الملف الأولاني أعتقد أنه التنسيق المصري السعودي فيما يخص كثير من الأوضاع في المنطقة. مصر والسعودية شركاء في التحالف العربي ضد الحوثيين، محاولة تأكيد على إعادة الشرعية في اليمن. مصر دولة مهمة في هذا التحالف، أبدت منذ اللحظة الأولى رغبتها أو تقديم كافة إمكانياتها سواء العسكرية سواء الجوية والبحرية، وإذا اقتضى الأمر القوات البرية للمشاركة في أي عمليات تستدعيها الوضع في اليمن. أعتقد أن هذا سيكون أحد المحاور المهمة. محاور أخرى في الزيارة سيتم مناقشتها التوجه الأخير، التوجه الزهرة في السياسة السعودية التي يتصدرها الاستشعار المملكة العربية السعودية بخطورة التدخل الإيراني في كثير من قضايا المنطقة. هذا من القضايا التي سيتم طرحها، بالإضافة إلى الوضع في سوريا، لأن هناك إلى حد ما تباين في وجهات النظر بين مصر والسعودية فيما يتعلق بالملف السوري. مصر ترى أن المهم هو الحفاظ على كيان الدولة السورية، والمملكة العربية السعودية تتحفظ على أي دور لبشار الأسد في المرحلة القادمة. أعتقد أن مثل هذه الزيارة في هذا التوقيت مع تغيير في رأس الدبلوماسية السعودية في غاية، فأعتقد أن هذه الزيارة في غاية الأهمية. طيب، وإن كان الحديث دائما على مسألة أن تغيير رأس الدبلوماسية السعودية كما ذكرت لن يغير في التوجهات الخاصة بالسياسة الخارجية السعودية، بقي سؤال أخير
وهو الرسائل الخارجية التي تنقلها هذه الزيارة في هذا التوقيت. يعني تم دائما الترويج لفكرة احتمالية تأثر العلاقات المصرية السعودية، ربطت قبل ذلك بما قبل المؤتمر الاقتصادي، ثم حاول البعض ربطها بهذه التغييرات. ما هي الرسالة المضادة التي تنقلها هكذا زيارة في هذا التوقيت؟ يعني أنا يعني الشيء بالشيء يذكر، كان هناك زيارة مقررة لملك المغربي تم تأجيلها عدة أيام بالاتفاق بين الطرفين، وعلى عكس ما جرى هناك هذه الزيارة تؤكد أن هناك رغبة من الطرفين، الطرف المصري والطرف السعودي، في إتمامها في هذا التوقيت. أعتقد أنه كل ما قيل حول أن هناك تباين في وجهات النظر بين القاهرة والرياض، أو هناك سياسة جديدة في المملكة العربية السعودية، لا يملك أي مراقب ما يؤكده على الأرض. نحن نتحدث عن فترة بسيطة كانت مرت على تولي الأمير سلمان، زار مصر على سبيل المثال أهم ثلاث شخصيات في المملكة العربية السعودية. الملك سلمان حضر القمة العربية، الأمير مقرن وكان وليا للعهد في هذا الوقت رأس الوفد السعودية إلى المؤتمر الاقتصادي، وبعدها زيارة غاية في الأهمية من وزير الدفاع لمحمد بن سلمان الذي زار القاهرة في هذا التوقيت، بالإضافة إلى اتصالات تمت على مستوى عالي بين كبار المسؤولين. وزير الدفاع المصري على سبيل المثال زار السعودية أثناء عاصفة الحزم. إذن الاتصالات مستمرة والمشاورات مستمرة، والتعويل على خلاف مصر السعودي هو تعويل خائب ليس له لا يمت بصلة إلى الواقع. وربما يعني ما تقول كلماتك هي أن المسألة تحكمها الأفعال وليست الأقوال أو التأويلات. شكرا جزيلا الأستاذ أسامة عجاج، مدير تحرير جريدة الأخبار، المتخصص في الشؤون العربية.